السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل القرص الجميلة قوي. عارفين القرص بتاعت زمان اللي الناس كانت بتاخدها معاهم في التراب وكده؟ هي دي طريقتها، قرص تحفة، جربوها وهتعجبكم جدا. أول حاجة أنا عندي كيلو دقيق أهو، وده الطبق اللي أنا قلتلكوا عليه. جايبه ب3.5، قلت استخدمه يعني في المعجنات عشان ده كيلو دقيق. فالكيلو دقيق ده هو حوالي 7 مجات من الكوباية، لو حد عايز يعرف يعني. ممكن انت تعملي نص الكمية، يبقى عندنا كيلو دقيق، وعندي نص كيلو سمنة، عندي نص كيلو سمنة اهو، يبقى الكيلو دقيق عليه نص كيلو سمنة، وعندي لبن اهو للعجن، وعندي بيكنج باودر اهو، وعندي كيس خميره فوريه اهي. اول حاجه هبداها احط المكونات الجافه على بعض. هحط البيكنج باودر على الدقيق، بسم الله. نزلت البيكنج باودر كده، وعندي رشة ملح، طبعا دي حاجة مهمة في العجين. وعندي مية مدفياها، مية دافية مدفياها عشان خاطر الخميرة. وعندي في الكوباية اهي 3 معالق سكر كبير، هنزل عليها بالمية الدافية. وبعدين انزل الخميره فيها، اقلب كده وانزل الخميره فيها، بسم الله، كيس الخميره كله. وممكن عادي الخميره بتاعت الفرن، اقلب كده اهو، قلبت الخميره اهي. يبقى احنا حطينا على الكيلو دقيق كيس البيكنج باودر ورشه ملح، وحطينا في الكوبايه 3 معالق سكر، وعليها كيس الخميره وميه دافيه. وعندي قشطه، هنزل بالقشطه اهي، هاخد معلقه السمنه دي، هنزل بالقشطه احطها. وبعدين هنزل بالسمنه، بسم الله، بقلب الخميرة. وهنزل بيها برضو، وهمسك بقى، مش هحط اللبن دلوقتي، مش هحط اللبن دلوقتي، انا هبس الدقيق مع اللسان، بسم الله. لازم اعمله كده، عشان كده حطيته في الطبق الكبير ده، عشان طبق اصغر مش هيكفي. هبس كده، هدعك الدقيق في السمنه، كده بنبسها كده، بنفركها. معلش يا جماعه، نسيت حاجه، ممكن تحطيها وممكن ما تحطهاش. انا عامله ينسون على شمر، ضربه ينسون على شمر، هحط حبه. اهو نص معلقه كده، بتديها طعم اكتر. وهنكمل بس، معلش اسفه. هكمل
هكمل بس وارجع لكم تاني. وهو يا جماعة خلصت البث اهو، بقى مرمل اهو زي ما انتم شايفين. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بقى باللبن واحدة واحدة. بسم الله. لحد ما تاخد منك لبن. انا حاطه كوباية احتياطي. بصوا عشان ما عطلكوش، انا هعجن وهورها لكم لما نيجي نكور. ورجعنا تاني يا جماعة، انا لميت العجينة اهي، هي خدت كوباية اللبن كلها، المج ده الكبير، وخدت ربع كوباية لبن تاني. ماشي، هبدأ بقى اكور كده كرة كرة واحطها تخمر. اكور كده، مش هبططها دلوقتي، شوية كده بس، وهبططها وما تخمر اروح مخرماها. بس ولما احطها في الفرن واطلعها اوريها لكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبالها ما نرجع. وهو يا جماعه عملتها وخمرت، وعملتها بالشوكه، بالشوكه كده بعملها كده بالشوكه، وهدخلها الفرن وهبقى اصورها لكم بقى لما تطلع. ورجعنا تاني يا جماعه، والقرص اهي طلعت من الفرن اهي. ما نعليش الفرن عليها شويه، عشان انا عليت عليها الفرن شويه عشان اوريها لكم، وطعمها تحفه. يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.